السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة سوى 232، أرجو من الحضور تسجيل اسمه مع رقم الجامعي. اليوم إن شاء الله راح يكون حديثنا عن تشابتر 10، خصوصا عن الرئيسية. في بالنسبة لتشابتر 9، إحنا مطلوب منا الحديث سلايد 25. قبل أن نبدأ بالمحاضرة، في أي سؤال؟ طيب، إذن حديثنا في هذا الشابتر عن الأسيمتريك. هذه أسيمتريك Asymmetric Key Cryptography. إذن صباح الخير. لا تحياك الله، تفضل. بس دكتور، مش على الأسايمنت حاطينه بيخلص يوم الأحد أو الاثنين؟ في أسايمنت ثاني بينزل يوم الأحد. بينزل يوم الأحد؟ آه غير الموجود؟ آه غير الموجود، أسايمنت الأخير بده يكون عبارة عن برزنتيشن لموضوع أنا راح أعطيكم إياه، راح أعمل برزنتيشن لإله وأحط لكم البرزنتيشن وبدي إياكم تعملوا زيه. طيب، بس انا دكتور بدي تمدني اياه يوم يومين. ما أعتقدش، طب لأنه المصلح بده يلحق يصلح، فالحل إنه نحطه يوم الأحد، يعني بنهاية اليوم بنحط انا قصدي البرزنتيشن. حتى لو فتحوا مع بعض، بس انه هذا تاع يوم الاحد، انه قد ما قلنا الثلاثة دكتور، لانه بقول لك يعني الحلول بدنا نحطها يوم الاحد، حل الوظيفه بده ينحط نفسه، بس تسكر الوظيفه بده ينزل بدل الحل، فعشان المصلح يقوم بتصحيح اللحق، لانه انتهى الفصل تقريبا. مو في شغلات والله دكتور، يعني حس يعني باخذ كثير وقت نكتب على ورق ونكتب على تخيلك انت جرب، حاول فيها، ماشي، يعني كل اللي باخذ منك وقت ممكن تتخطاه. يعني اقول له بي دي اف، نسوي بي دي اف بجوز اسهل، يعني لا لا، اي اساينمنت مثلا الماضي. بخط ايدك، بخط ايدك اسهل عليك واسرع، ومطلوب انك تكتبي بخط اليد، بس انتبه لهي النقطة، تصحيح الكتابة بخط اليد. اذا واحد بيحل بها بالكتروني، المصلح على طول راح يحط له صفر، فبخط اليد اسرع لك من انك تكتبه الكتروني. على كل سيمتريك والاسيمتريك كي كريبتوغرافي، هذول موجودين ان بارلل، يعني ما بتقدر تقول والله السيمتريك بيغطي على الاسيمتريك او العكس. فالسيمتريك له استخدام والاسيمتريك له استخدام. اسيمتريك كريبتوغرافي بيستخدم عادة لنقل الكي من الطرفين، تنقل الكي والكي بده يكون سيمتريك، فعشان انقل السيمتريك بحتاج الى اسيمتريك. فاذا ما الاسيمتريك ما بيستخدمه بعملية تشفير المسجز، اذا ما بيستخدمه بعملية تشفير الكيز. طبعا الاسيمتريك لها سيئة انه بطيئة جدا، بطيئة كثير، فلذلك السيمتريك فائدته انه سريع في عملية الانكريبشن، وسرعته ممكن تيجي تقول والله تقريبا سرعة الاسيمتريك ب 100 مرة، يعني اسرع من الاوتوماسيمتريك ب 100 مرة. معناته بدك تقول لي انه هذا البرفورمانس له عالي كثير السيمتريك، لكن مشكلته السيمتريك انه نقل الكي عنده مش اشي سيء سهل، مش فليكسبل. فلذلك احنا ممكن نستفيد من السيمتريك والاسيمتريك، بحيث انه
نحصل على بيرفورمانس، وبنفس الوقت ننقل الكي بطريقة آمنة. فبنقدر نستخدم الأسيمتريك في نقل الكي والسيمتريك في عملية الإنكريبشن. بهيك بكون كسبت بيرفورمانس وكسبت حليت مشكلة نقل الكي. السيمتريك is based on sharing secrecy. الأسيمتريك based on personal secrecy. شوف الفرق بين الاثنين. يعني السيمتريك بيحتاج انه يكون الكي sharing key between السيندر والريسيفر. الأسيمتريك لا، لازم الكي يكون public وكي ثاني يكون private. برايفت هذا بده يكون ايش، يحتفظ فيه الاونر بطريقه بيرسونال، ما يخلي حدا يعرف عنه. اذا انت شفرت باحد الكي فانك بتفك التشفير بالكي الاخر. يعني اذا انت شفرت بالبابليك كي فالتشفير بينفك بالبرايفت كي، والعكس صحيح. إذا أنت شفرت بالبرايفت كي بنفك التشفير بيكون بالبابليك كي. وأخذنا إحنا مثال متى إحنا بنشفر بالبرايفت كي، لما بدنا نعمل أوثنتيكيشن. أما إذا كنت بدي أعمل عملية كونفيدنشاليتي، يكون الإيش اللي بدك تشفره كونفيدنشال ومحدش يطلع عليه، فبتشفر بالبابليك كي. وطبعا احنا بهاي الحالة بدل ما نشفر مسج بنشفر الكي. اذا انت الاشي اللي بدك تشفره وتشفره بالبابليك كي بنفك تشفيره بالبرايفت كي. على سبيل المثال أليس بده يعطي بوب سر، واللي ممكن يكون سيكريت كي. أليس بده يعطي بوب سر، بس شو بسوي؟ بيحكي أليس لبوب أعطيني البابليك كي تبعك. فبوب بيعطيه البابليك كي، بيجي أليس بيشفر السر هذا بالبابليك كي تبع بوب، وبرمي الشفرة هذا الكود المشفر على النت بيكون آمن. ليش؟ لأنه من الصعب إنه حدا يعرف شو البرايفت كي، فمين اللي بيقدر يفكها؟ بس فقط بوب. وبهي الحالة بيكون بوب وصلته المسج بطريقة آمنة، أو وصلته السر بطريقة آمنة. فهذا تمثيل هنا إنه كيف بتتم عملية التشفير باستخدام الأسيمتريك. وقلنا حتى يقوم أحد الطرفين بالتشفير ويكون يتعامل مع سكيور تنل، المقصود بهون بالسكيور تنل اللي هو عملية التشفير. فعشان يكون هذا الحكي أو هذا التشفير يكون آمن، فيجب أن يطلب من الطرف الآخر، إذا كنت طبعا بدنا نستخدم الأسيمتريك، لازم يطلب من الطرف الآخر البابليك كي الخاص به. فهنا أليس بيحكي لبوب أعطيني البابليك كي، فهي حصل عليه. ولأنه بابليك بيقدر يبعته بوب بكل طريقة، يعني بدون خوف، لأنه البابليك كي ما بيدل على البرايفت كي. لا يعني إنك عرفت البابليك كي راح تقدر تكتشف شو البرايفت كي. وكل بابليك كي له 1 برايفت كي، كل بابليك كي فيه له بس برايفت كي واحد، وهذا الاثنين ما بيعكسوش بعض. يعني لا البابليك كي بدل على البرايفت كي، ولا البرايفت كي بدل. طبعا البابليك كي بيكون معروف، المفروض انه ايش، معلن عالميا، عشان هيك بعمليه الكي ديستريبيوشن بالنسبه ل الاسيمتريك ما فيش عنده مشكلة، لأنه public key أي واحد ممكن يطلبه ويعطيه. إذا هنا زي ما حكينا، هاي نفس الصورة اللي حكيناها سابقا، ولكن بحكي لك بطريقة تانية، إنه بشفرها بال public key تبع بوب، برسل المسج أو برسل الشفرة هاي. فلما يستقبلها بوب هي عنده البرايفت كي، بفك التشفير وبيشوف بيقرأ السر أو بيقرأ المسج أو بيقرأ الإشي المخبأ داخل هذا الشفرة.
إذا كنا نتعامل معها خلينا نقول بمعادلة، فبنحكي الاف السي هي نتيجة عملية الانكريبشن للبلين تكست بالبابليكي، والبي استرجاعه بيتم من خلال استخدام الفانكشن اللي هو الانفرس بيكون لعملية انكريبشن، حاولنا نسميها جي أو ممكن تسميها اف برايم، ولكن عملية التشفير بتكون للسي باستخدام البرايفت كي. There is very important fact that sometimes misunderstood في يعني خلينا نقول في fact إن كل بيكون في عنده سوء فهم لإله. عملية الـ advent of asymmetric cryptography does not eliminate the need for symmetric، إنه وجود الأسيمتريك لا يعني إني أستغني عن السيمتريك، وحكينا لكم السبب في بداية المحاضرة. مين بيقدر يحكي لي شو ليش ما بقدرش أستغني عن السيمتريك؟ ليش الأسيمتريك بيخليني ما يعني وجود الأسيمتريك لا يعني إنه أنا بدي أستغني عن السيمتريك؟ مين بيحكي لي؟ تفضل. دكتور، السيمتريك أسرع من الأسيمتريك تمام مظبوط في الأداء، وهذا الاستخدامات وبرضه هذا الاستخدامات. يعني ممتاز. إذا بتقدر تحكي لي شو استخدامات أو شو بستفيد من الأسيمتريك؟ الأسيمتريك بنقدر نستخدم منه بالديجيتال سيجنتشر، يعني نثبت شخصية حدا بما من البيتشن، وكمان إنه شو اسمه عملية إدارة المفاتيح في الأسيمتريك أحسن بتكون. إدارة المفاتيح بالأسيمتريك أحسن، يعني مثلا خلينا نحكيها، شوفوا الأسيمتريك زي ما حكى زميلكم بستخدمها في الديجيتال سيجنتشر وبستخدمها بالأوثنتيكيشن 100% سليم، وذلك لأنه بالأسيمتريك أنا بشفر بالبرايفت كي. يعني أنا نرجع لهذه الرسمة، أو خليني هذه الرسمة شوف طيب أليس. عموما انا في عندي زي محاضره الايميل سيكيورتي، بالايميل سيكيورتي راح يكون في توضيح اكثر للاوثنتيكيشن، ولهي راح تكون وظيفه اخيره لكم. انا راح اقوم بعمل محاضره للايميل سيكيورتي واسجلها، راح يعني هي ينعاد جزء من اللي بدي احكيه الان فيها. سعيد، انا لو جيت حكيت لك انا بدي، ركزوا معي الآن، في عندي مسج حجمه 1 ميجا، فأليس بدي يبعته لبوب، فأليس بقول لبوب أعطيني البابليكي الخاص بيك علشان بدي أشفر لك شغلة بديش حدا يشوفها. بوب بيعطيه البابليكي، هاي البوب صار عند أليس. بيجي أليس شو بيسوي؟ بيشفر هذه بالبابليكي، بنسميها كي بلس، بابليكي تاني كي بلس. طبعا كي بلس لمين؟ لبوب. لبوب، بوب لما يستقبلها بفك التشفير بالكي، يعني هذا المسج، يروح بيسوي شو بيسوي؟ يرد فك تشفيرها عن طريق انه يستخدم كي ماينس البرايفت كي لبوب. هاي بتروح مع هاي فبيطلع المسج. طبعا هاي بتقدر تحكي عملي كانك يعني المسج او حسب تشوفوا كيف الار اس اي بيشتغل، انه بنيجي بنحكي انه انا بضرب هذا المسج بالكي بلس، وبوب شو بيسوي؟ بيضربها بالكي انفرس، فراح يكون في عندي كي والكي والانفرس لإله، فلما تضرب اي شيء بالانفرس بروح. شو مشكلة هاي؟ المشكلة انه هياخذ وقت طويل في عملية التشفير. العملية آمنة لكن البرفورمانس سيء كثير جدا. خلينا نحل المشكلة بطريقة ثانية. نيجي نقول
بوب بطلب، او عفوا أليس بطلب من بوب اعطيني برايفت كي هيو حصل عليه. أليس شو بيساوي؟ بنشئ ما يسمى سيكرت كي، والسيكرت كي بيكون حجمه انتو عارفين اذا كنت بتعامل مع الاي اس بيكون حجمه 128 بت او 256 بت او 192 بت، يعني حجمه صغير. او اذا كنت بتعامل مع الدي اس بده 64 بت او 112 بت او 186 بت، المقصود انه عدد البيتس مش كبير. فبشفر له، بشفر له اياه بالايش؟ بالببليك كي الخاص ببوب. هاي قديش هياخذ وقت؟ مش هياخذ وقت كثير. تتخيل لما تيجي تشفر مسج حجمها كبير ولا تشفر له كي حجمها صغير؟ فالاسرع اني اشفر له كي، ببعث له اياه. هذا شو بيسوي؟ بفك التشفير باستخدام البرايفت كي، فبيصير موجود عنده الايش؟ الاسكي السيكريت كي. اذا السيكريت كي صار شيرد بتوين بوب اند أليس. اذا بعدين بشو بيسوي؟ بوب بشفر المسج، شو بشفرها؟ بالسيكريت كي، وهذا بياخذ وقت كبير وبيبعتها لبوب. هلا بوب بيقدر يفك تشفير لانه موجود عنده السيكريت كي. وضحت الفكره؟ اذا الفكره هنا انه انا استخدمت الاسيمتريك الجوريثم في عمليه نقل الكي بتوين أليس اند بوب. فالكي اللي بنقله هو الاسيمتريك بدي استخدمه، ولانه السيمتريك سريع اذا بستخدم السيمتريك في عمليه انكريبشن للمسجز، واستخدم الاسيمتريك في عمليه الانكريبشن للكي. That's it. وضحت؟ فانت هيك بتكون نقلت الكي سيكريت كي بين أليس وبوب بطريقة آمنة، فيش داعي انهم يلتقوا، فيش داعي انه اذا كان هم ساكنين في نفس البلد انهم يلتقوا في مكان عشان ننقلهم الكي، او انه اذا ساكنين خارج البلد يطير له بطيارة واحد للثاني يطير طيارة. ما في داعي هذا الحكي يصير، خلاص اذا الاسيمتريك بيحل لك هاي المشكلة. وضحت يا شباب؟ اذا هذه لتحقيق ما يسمى الكونفيدنشاليتي. هلا عمليه الديجيتال سيجنتشر هي عمليه اخرى، وممكن اجي اقول لك انه أليس او بوب بيحكي، عفوا أليس بيحكي لبوب اقرا المسج ووقع لي عليها. فشو بيساوي بوب؟ بوب انتو اخذتوا الهاش فانكشن دكتور ماذا الانستغرامي. اوكي، بما ان اخذنا هاش فانكشن شو بيساوي بوب؟ بيسوي كده، بيوقع بالبرايفت. هاي وقع بالبرايفت، بس شو بيسوي بالاول؟ باخذ المسج هذه، باخذ الام دي تبعها، ايوة، بورديها على الهاش فانكشن عشان ايش؟ المسج بده يكون حجمه كبير، لكن الام دي هيكون حجمه اقل. فبأخذ الام دي هذه وبوقع عليها باستخدام برايفت، فاذا بيوقع عليها باستخدام البرايفت لإله تبعه كي ماينس للبوب. طبعا لانه ما فيش حدا عنده البرايفت الا بوب، فهذا دليل على انه هو اللي وقع. وبيبعتها بيبعث لأليس. شو بيبعث؟ بيبعث له المسج مع الام دي اللي موقعه. طبعا المسج بيكون مشفرها هو بايش؟ بالسيكريت كي. لما بوصل الحكي لبوب، بوب شو بيساوي؟ بيمسك هاي بفك تشفيرها بالسيكريت كي. بعد ما يفك تشفيرها بالسيكريت كي بيمررها على الهاش فانكشن، بيطلع عنده الام دي، بيقارن هذه مع هذه، اذا كانوا متطابقات معناته هو تم التوقيع بشكل سليم، اذا كانت مش متطابقات معناته التوقيع ما تمش بشكل سليم. اذا هذه عمليه الاوثنتيكيشن بتتم بالتوقيع بالبرايفت كي.
وعملية الكونفيدنشاليتي بتتم بالتوقيع بالبابليكي، ولكن احنا ما بنوقع على المسج بالبابليكي، بنوقع بدالها على السيكريت كي، من مش توقيع عفوا، بنشفر بالسيكريت كي، بنشفر السيكريت كي بالبابليكي، والهدف منها نقل الكي من الطرف الاول الى الطرف الثاني. طيب مين كان معي؟ محمود. محمود ايش يا محمود؟ محمود خطاب دكتور. محمود خطاب، اشكرك يا محمود. عفوا عفوا. اوكي، اذا ما في غنى عن الاسيمتريك ولا حتى عن السيمتريك. هلا هنا شو بحكي لك؟ في behind the symmetric انه لما انت بتخبي البرايفت معناته بس فقط الشخص الذي يملك البرايفت هو اللي بيقدر يفك التشفير اذا تم التشفير بالببليكية. فهذا اطلق عليه تراب دور. تراب دور انه فانكشن، انت لما تشفر بالببليكية ورميها بالنت هذا زي تراب دور، ما فيش حدا بيقدر يفك تشفيره الا الذي يملك البرايفت كي. فلذلك بتلاقي ايش هي الفانكشن او اي شيء بتشفره بالببليك كي كانها وان واي. شو ما تحاول، اي ما اي واحد بالنت، اي واحد خارج ما بيعرفش البرايفت كي، بده شو ما يحاول مش راح تزبط معاه كيف يرجع المسج او يرجع الداتا او السيكريت اللي تم تشفيره بالببليك كي، ما بيقدر يرجع. لكن هي بتكون للاونر تو واي. ليش؟ لانه الاونر عنده البرايفت كي فبيقدر يفكها. فهذا اطلقوا عليها مصطلح اسمه تراب وان واي فانكشن، تراب دور وان واي فانكشن. اذا الفانكشن اف ات از ايزي تو كومبيوت، الفانكشن ان انفرس له ات از هارد تو كومبيوت بالنسبه لاي واحد غير الاونر. اوكي، اما بالنسبه للاونر لانه هو عنده البرايفت كي ف it is easy to compute. اوكي، هلا هنا بيجي بيشرح كيف الاليه اللي بدها تشتغل فيها ال ار اس اي، او عفوا اللي هي واحده من الاسيمتريك انكريبشن الجوريثم والتي يطلق عليها ار اس اي. فخلينا نشرح الار اس اي قبل لا نخوض يعني هذا المثال اللي موجود امامنا هو بنتيجة فهمنا للار اس اي. طيب الان بدي اشوف السيت اب تبع الار اس اي. اولا طبعا هي اخذنا احنا بعالم المودلس انه الزد ان بتطبق عليه عملية الزائد وعملية الضرب، بس لكن الضرب هنا بده يتعامل مع الفايف ان. فالفايف ان اللي هو عدد الانتجرز التي يكون لها انفرس، يعني انا بس بهمني الانتجرز اللي بيكون لها انفرس. هلا الان الفايف ان هذا او الزد ان يجب أن يكون رقم كبير جدا حتى يصعب على الأتاكر أنه يقدر يحدد إيش هو، يعني بيكون عنده لستة كبيرة من الأرقام ما بيقدرش يقدر يعرف شو أنه رقم اختاره الأونر. فهذا هو السيت اب، سوري، هذا هو السيت اب للار اس اي. الار اس اي انت هذا المطلوب منك تعرفه. الار اس اي نوجد 2 برايم نمبر، بنجيب يتم اختيار 2 برايم نمبر يكون عدد البيتس لهم كبير جدا، واقل عدد بدك تختاره بده يكون 512 بيتس. يعني انت بدك تختار برايم نمبر بي وبرايم نمبر كيو يكون على الاقل 512 بيت. يعني كل ما بتزيد كل ما كان احسن، طبعا كل ما كان بيرفورمانس بيكون اقل، ولكن كل ما بتزيد كل ما بيكون السكيورتي اعلى، وخصوصا انه عالم الكمبيوتر في العصر الحالي سريع جدا. يعني انت ممكن يكون بعد سنه سنتين ال 512 ما يكفيش، السكيورتي تبعتها تقل لانه سرعه النت او سرعه عفوا
كمبيوترز قاعده بتزيد يوم بعد يوم. فممكن انه بعد سنتين يقول لك والله لا بدك تبدا تتعامل مع 1024 بت للبي والكيو. فالفكره انه في عندي اللايبراري، هذا اللايبراري يساعدك على انك تختار عدد من العدد البيتس للبي والكيو. طبعا بالمقابل بده يبطا التعامل مع الار اس اي، بس اذا زادت سرعه الكمبيوتر فبتصير توازن يعني. المهم يتم ضرب البي والكيو ببعض فبينتج عندي ان، وهذا اللي هو الان اللي بدي اتعامل معاه حتى انتج ما يسمى الزد ان. فاحنا قلنا قديش الفايل الزد ان بهاي الحاله؟ قلنا اذا كان الزد ان نتيجه ضرب البي والكيو، والبي والكيو هي برايم نمبر، فاحنا اخذنا بالشابتر اللي فات انه عدد الكوبراتيف برايم مع الان هي تساوي بي ماينس 1 في كيو ماينس 1، تتذكروا؟ يعني انا مش بدي اجي اختار ان واصير اقول مش اني بدي اختار ان واجي اقول والله ايش بايش ضرب ان، لا بختار البي والكيو بعدين بضربهم ببعض بطلع ان عشان اكون ضامن ان الان هي نتيجه الفاي اوف ان، بقدر احسبها بسرعه. وضحت؟ يعني انتم تتذكروا بالشابتر اللي فات لما كنت يعطيني رقم واقول لك احسب لي قديش الفاي لها، كنت تتغلب تدور على عواملها، تاخذ وقت وانت بتدور على عواملها حتى تكتشف تحت اي قانون هي بتتبعها. عندي اربع قوانين، فتحت اي قانون بتتبع. طبعا القانون الاول بننسى لانه الفاي اوف واحد احنا قلنا يساوي صيرو، لكن بقيه القوانين واحده منهم بدها تحل الفاي اوف ان. بس انا عمليه اني اضيع وقت في اني احلل الان، لا هذا الحكي بضيع وقت يعني على الفاضي. وعشان احل المشكله هاي باجي بقول والله انا بجيب بي وكيو انا بختارهم ثم بضربهم ببعض بيطلع معي الان، فبذلك بكون عارف ان الفاي اوف ان هي تساوي بي ماينس 1 في كيو ماينس 1. الان يتم اختيار رقم ويطلق عليه اي بحيث ان يكون هذا الرقم اكبر من واحد واصغر من الفاي اوف ان، ولازم يكون هذا الرقم كو برايم مع الفاي اوف ان عشان اضمن انه له انفرس. اذا الجي سي دي بين الرقم اللي اخترته اي وبين الفاي اوف ان هتساوي واحد. ثم يتم البحث عن القيمة الانفرس للإي، واتفقنا المرة اللي فاتت انه اي رقم تختاره خلينا نسميها انها اي، الانفرس لإله مع الفايل اوف ان شو حكينا؟ نقول ايش اي اوس ايش تذكروا؟ فاي اوف ان ناقص واحد. الانفرس للإي هو يساوي اي، طبعا اي يعني ايه، احنا كنا نستخدم الرمز اي، هنا بيستخدم الرمز اي انه على اساس انه بيقول والله بالانكريبشن بدي استخدم اي. هلا اي الانفرس هي نفس القانون اللي اخذناه بدون ما نستخدم الاكستندد كريدن الجوريثم، اوكي انا ايش اي اوس فاي اوف ان ماينس 1 تذكروا؟ فاذا انا بجيب الانفرس وبحكي انه هو يساوي دي، فبذلك لما اجي اقول اي مسج بشفرها بإي ثم بعدين أرد أشفرها بإي أوس ماينس 1 فكأنك رجعت المسج، كأنك أنت بتشفر بالبابليك كي وهذا هو البرايفت كي. إذن يتم تحديد البرايفت كي واللي بنطلق عليه دي واللي بيكون هو إنفرس للإي. فالبابليك كي يعلن عنه انه هو الاي والان. لاحظ ايش اللي بيعلن عنه؟ الاي والان، ما بيعلن عن البي والكيو، لانه لو اعلنت عن البي والكيو فانت انكشفت السر عندك. الان هذا ما راح يقدر الاتاكر يحزر ايش الرقمين اللي انضربوا ببعض حتى يطلع معك ان، لانه هذا بده ياخذ منك وقت طويل جدا وهو يقدر بالسنوات هذا الوقت. فعمليه انه يكتشف ايش البي والكيو اللي تم استخدامه حتى انت طلع معك نتيجه ان، هذه هي الصعوبه في هذا الالجوريثم.
الآن الـ E والـ N تعتبر هي الـ public والـ D والـ N هي الـ private. الـ D والـ N هي الـ private. واضح؟ إذن هذا هو الـ RSA. فالـ RSA أي بحكي لك إنه إذا بدي أشفر أنا الـ plain text بقول له B أس E مد الـ N. وإذا بدي أفك التشفير اللي هي نتيجة الـ E أس E مد الـ N هي تطلع من عندي C. فنتيجة عشان تشفره ثلاثة مسافة بتقول له C أس D مد الـ N. أوكي C أس D مد الـ N. فإذا هذه هي فكرة عمل الـ RSA. فأنا بحكي لك إنه مثال إنه لو ضربت الـ B البلينتكس في E و D كأنك إيش ما ضربت كانوا ضربتهم بواحد لأنه الـ E والـ D عكس بعض. الـ E والـ D عكس بعض. أوكي أوكي هذا مثال تم اختيار 7 وال11. طبعا 7 و11 رقم صغير يعني ما بيتاخذ بالارسي بس هي هنا حطوها كمثال عشان التوضيح يعني. فال7 وال11 هي برايم نمبر. ضربنا 7 بال11 بيطلع 77. الفايل 77 هيطلع معي 60. قلنا 7 ناقص 1 في 6 في 11 ناقص 1. ناو وي تشوز اكسبوننت اللي هو encryption E بحيث أن تكون أصغر من أكبر من واحد وأصغر من 60. أوكي فتم اختيار الـ E تكون 13. وطبعا إذا دورنا على الـ 13 أس 5N ناقص 1 13 أس 60 ناقص 1 اللي 59 فراح يعطيني 37. 37 هذا يمثل الانفرس لل 13. فيضرب 37 في 13 حيث مد 60 هيطلع معي 1. الان كيف بتصير عمليه التشفير؟ ايش بقول له؟ نفرض انه البلين تكست قيمته 5 واقول له 5 اس 13 وتساوي مدة 77 هتساوي 26 مدة 77. فإذا الشفرة صارت 26. هلأ 26 هذا بدك تفك تشفيره بتقول 26 أس 37 مدة 77 راح يعطيك 5. طبعا لما بدك تيجي تتعامل مع أرقام حقيقية هذا مثال آخر. طبعا مثال آخر بس إنه غير بلين تكست يعني. أوكي هذه مثال آخر باستخدام أرقام أكبر. طيب هنا بهذا المثال بهذا السلايد بيحكي لك إيش المشاكل الـ RSA factorization. يعني بيحاولوا يعملوا factorization يقدروا يكتشفوا الان من الان يكتشفوا البي والكيو. طبعا هذا الحكي بيكون الاتاكر بيقدر يسوي هذا الشيء اذا كان الان حجمه صغير. يعني لما تيجي تقول لي والله 77 بدي كل المحاولات بتجيبها بسرعه. فالفاكتورايزيشن اذا كان حجم عدد البيتس للان صغير ممكن يكتشفوا في وقت زمني خلينا نقول يعني اكسبتبل بالنسبه للاتاكر. بس طبعا لما تيجي تقول والله البي بدك تخليها 512 بت والكيو 512 بت فانه الان بهي الحاله هتكون 1024 بت. فهذا راح ياخذ وقت طويل على اذا معناته كل ما بتزيد بالبي والكيو كل ما بتزيد بالوقت الزمني لعمليه اكتشاف البي والكيو. اذا الفاكتورايزيشن
او تشوز بلين تكست موجوده من هذا، او انكربشن اكسبوننت ديكربشن اكسبوننت، هي المحاولات يعني انه يحاول يعرفهم. البلين تكست اذا كانت المسج صغيره ممكن يعني نوعا ما تكشف شوي عن هذا، ولذلك المسجز دائما بخلوها اللينك تبعه بنفس اللينك تبع الان. يعني لما باجي بقول لك والله المسج بدي اياه، ما بحطها خمسه ولا هذا، بتلاقيه بحطها رقم كبير. فالمسجز، طب كيف المسجز بتتحول لارقام؟ انت لما يكون عندك مسج شو بتساوي؟ بتاخذ عدد البيتس. طبعا لما اجي اقول لك والله 1024 بت، يعني كم بدك تحكي عن 128 بايتس، يعني بدك تقسم المسجز الى 128 بايتس. فلما تقسم المسجز الى 128 بايتس بتتعامل مع الاسكي كود على انه ارقام، فال 128 بايت بتتعامل معهم على انه بيج نمبر، بتشفر هذا البيج نمبر. فاذا كل ما كان المسج شورت قد يؤدي الى انك تنكشف البرايفت كي، لكن كل ما كان البلين تكست بتختاره بشكل يعني انك تختار بشكل معقول، كل ما كان صعب على الاتاكر انه يكتشف شو هو البلين تكست. اخر شيء هنا هذا المثال اللي بيعطيك اياه، بقول لك اذا فرضنا اختيارنا البي هذا البيج نمبر 512 بت والكيو 512 بت، فلما تضربهم ببعض بيطلع لي هذا الرقم. طبعا ما فيش كمبيوتر بيضرب بهذه الطريقه، اللي ما فيش عندي انا ريجسترز يتحمل كل هذه الارقام، فلذلك له لايبراري خاص به، فهذا اللايبراري اسمه بيج نمبر. فالبيج نمبر بتقدر انت تقول له والله انا بدي انشئ رقم برايمري يكون حجمه 512 بت، هو بنشئ لك اياه. اوكي، فلما الفاي طلعت هذه القيمه، ثم انتج الاي، تلاحظ الاي قديش حاول بخليه، دائما عاده بخلوا الاي حجمه صغير عشان تخلي الشخص اللي مرسل لك هذا الشفره ما ياخذ وقت طويل في عمليه التشفير، لكن دي بيكون وقته بياخذ وقت اطول لانه بيكون حجمه كبير ويصعب على الاتاكر انه يكتشفه. فهذا مثال هاي البلين تكست لما تتشفر باستخدام الاي، وهي الشفره النتيجه، و وهنا بيورجيك كيف انه ممكن ارجع انا البلينتكس. طبعا هذا الحكي كلياته بيتم بالسوفت وير، يعني ما بيجي احنا شو بموضوع سؤال بيجي يعني بيقول لك فهمني كيف تشتغل الار اس اي، ايش مبدا عملها؟ فالار اس اي بيكون هاي مبدا عمل السيت اب تبعه، اللي بيهمنا نفهم السيت اب اللي هو هذا وين. ايوه هذا هذا السيت اب، هذا بهمنا تفهمه. هذا موضوع سؤال. هاي شغلي. الشغلة الثانية، الأشياء اللي المتعلقة بها أخذناها بالشابتر السابق أيضا، هي موضوع سؤال. في أي سؤال يا شباب؟ إحنا هيك بنكون ختمنا اللي مطلوب منا في مادة هذا، مادة الانتروداكشن تو كريبتوغرافي. أنا أتمنى منكم إنه الأسبوع القادم، طبعا أنا راح أعرض لكم الإيميل سيكيورتي، راح أحطها على الوظيفة، و بشرح كمان ممكن انا التقي فيكم اشرحها حتى يعني اوضح بعض الامور. ختمنا الماده هنا اليوم، هيك خلصنا ان شاء الله. الله يعطيك العافيه يا رب، يعطيك العافيه. الله يعافيك. بس احنا راح نلتقي يوم الاحد ان شاء الله، اذا كان في عندكم اسئله عن الماده اتمنى انه تبداوا بدراستها، او بدي انا اشرح، بدي ان شاء الله بالويكند بدي انتج فيديو عن الايميل سكيورتي، ممكن انا اعيد شرحها يوم الاحد، حتى اذا كان في عندكم اي اسئله، لانه انت بدك تسوي لي برزنتيشن، والبرزنتيشن قائم على فهمك للفيديو اللي انا بدي احط لكم اياه. دكتور يعطيك العافيه، بس سؤال. تفضل، حياك الله الدكتور. في مجال لو يا ما ترفع لنا فيديو، يا ما تسوي لك محاضرة مراجعة تقريبا للمادة، يعني مش ضروري لكل المادة، بس هيك يعني محاضرات مراجعة، في مجال ولا
ما هو انا مثلا متى المراجعه؟ يوم الثلاثاء راح يكون في عطله، يوم الخميس اذا بدك قصدك المراجعه. يعني لو يفضل. طب انا في عندي حل. تفضل. امتحانكم انتم ب 12 شهر على خير وسلامه. انتم امتحانكم بتذكر لا ب 10 ب 10 الشهر، امتحانكم ب 10 شهر، فانا بفضل انكم تدرسوا الماده وتبعثوا لي مثلا، خلينا نقول نلتقي في يوم تسالوني اسئله. يا ريت دكتور. مثلا احنا اخر موعد للمحاضرات مفروض بخمس الشهر، فقبل خمس الشهر مثلا اذا كنتم انتم دارسين محضرين في عندكم اسئله، ممكن انا اعطيكم موعد نلتقي في كل الشعب ونعملها اوبن، اللي في عنده اسئله ما اسئله نشرح فيها. دكتور مالك، الفاينل حيكون نفس نظام الند؟ نعم، يعني كله ضع دائرة؟ لا، أنا نفس نظام الميد أونلاين. هلا كله ضع دائرة، هذه يعني هو شوف بالغالب بالغالب بس ما بقدرش أحذر، يعني أنا ما بحذر، يعني ممكن يكون نتعثر في وضع الأسئلة ونضطر مثلا في بعض الأسئلة تكون إيسي ممكن وممكن لا، بس بالغالب 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 زي نظام الميد ضع دائرة بالغالب، بس ما بقدر اجي يعني خلينا نقول اجزم على هذا الشيء. ماشي، تمام. ما بتفرق بالنسبه لكم، ما راح تفرق بالنسبه لكم، ما راح تفرق، هي بتفرق بالنسبه لنا احنا. في اي سؤال ثاني؟ والله دكتور مالك، ننزل مواد سايبر على الصيف ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله، الله يسهلها. إذا ما في أسئلة الله يعطيكم العافية. في أحياء ده عنده أسئلة؟ شباب صبايا شباب، الوظيفة الثالثة لا تضيعوها بين أيديكم، حرام، لأنه أنتم بالنسبة لكم المفروض تضمنوا 25 علامة، وما شاء الله يعني يعني يمكن بجوز المفروض الوظيفة الثانية تطلع علاماتها هي المصلحة إن شاء الله، خلال بلكي الويكند طلعتها، فبضل الوظيفة الثالثة والرابعة واحدة منهم، يعني ممكن احنا نقول والله انها نحسب أعلى ثلاث وظائف، بس أنت اضمن الأربعة. ليش يعني؟ ما أولا بتسهل على نفسك حلك للوظائف، ممكن يكون الأسئلة جيدتك بالامتحان سواء بالمت مر علينا، اكيد انتم شفتوا انه الاسئله اللي استخدمناها بالوظيفه الاولى والثانيه هي موجوده بالمت، فذلك كذلك قد تكون بعض الاسئله موجوده بالفاينل. فالماده كامله يعني متكامله، ما بتقدرش تفرقها عن بعض، ما بتقدرش تقول والله جزء مش مهم وجزء مهم وجزء مش مهم، كلها واحده واحده. فيعني بالويك اند لو انك، انا متاكد لو بس خصصت لحالك 4 ساعات 5 ساعات تحل الوظيفه، بتدور على النت بالماده اللي اخذناها، تصير تقول كيف بتحل الوظيفه، بتلاقي حالك كانك انت داخل على امتحان، وهذا تيك هوم اكزام وهي بتحله. ف اشغل وقتك فيها، ممكن حتى انه يصير عندك استفسارات كثير الاسبوع الجاي، تقول والله بدي استفسر عن كذا وكذا وكذا، هيك هذا من صالحك كمان، وهذا اللي بيخليك انت اللي تستفسر انه راح تواجه مشاكل بالوظيفه وممكن تحلها، وبعد ما تحلها لسه كمان عايز تتاكد، او حتى لما تشوف الاجابات تصير تقول ليش طلعت الاجابه بهذا الشكل. ماشي، الله يعطيكم العافيه ونراكم على خير وسلامه ان شاء الله.